qu'il y en a qui sont. Ou bien plus, ils étaient plus des candidats à un volet des. نظم المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران الأيام الطبية 18 بحضور أطباء مدنيين وعسكريين من مختلف أنحاء الوطن. تهدف هذه التظاهرة الإعلامية إلى تبادل الخبرات بين الأطباء المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى تجسيد مبدأ التواصل التي تحرص عليه مؤسسات الجيش الوطني الشعبي.